يا اهلا وسهلا فيكم لايف من حلويات السلطان العالميه. نو اللي بدي اللي جوا يا اهلا وسهلا فيكم لايف من حلويات السلطان العالميه. طبعا عرض الهريسه لسه مستمر اللي هو بتجي صينيه مثل هاي كيلو 200 جرام تقريبا بتجي سعرها بس 49 درهم الصينيه كامله هيك بتجي تكوي كتير كتير حلوة. وأكيد طبعا موجود هريسة اللوز ما شاء الله هي هريسة اللوز بس 39 درهم. شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا فيك نورت. طبعا نحن اليوم لايف من حلويات السلطان العالمية مثل ما شايفين حتى الباركينج متوفر. نحن اليوم لايف من الشارقة التعاون شارع التعاون اكيد حتى المواقف موجودة الشارع الرئيسي. انتو جايين من دبي بجانب ثمار لبنان السلطان العالمية للحلويات. نحن موجودين مثل ما حكيت لكم في الشارقة التعاون موجودين كمان في ابو ظبي شارع آل نهيان موجودين كمان في العين موجودين كمان في دبي الجميرة ام سقيم 1 اكيد المطعم الجديد كمان مفتوح وموجودين كمان في دبي شارع الرقة. طبعا ما شاء الله طبعا عرض الهريسة لسه مستمر اللي هو هاي صينية الهريسة بتجي كيلو 200 جرام تقريبا سعرها بس 39 درهم. طبعا هريسة الفستق 49 درهم فقط الصينية كاملة بتجي تقريبا كيلو 200 جرام كمان ما شاء الله. إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى بيكون في بعجمان. شايفين هاي النمورة والله هاي النمورة بالقشطة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هاي عبودية فا شوي الصوت ما شاء الله. هاي الغريبة بالقشطة ما شاء الله السلطان وربات بالقشطة نحن بفرع الشارقة نحن اليوم لايف من فرع الشارقة التعاون وأكيد طبعا بتشرفونا بكل فروعنا في دولة الإمارات. أهلا وسهلا تفضل بسألك عن السلطان تفضل. يا أهلا وسهلا فيك نورت وشرفت كيفك. أول شيء خلينا نضيفك المدلوقة عفوا النمورة بالقشطة تفضل قول بسم الله. بأمانة كيف والله يا السلطان أنا بقالي من ساعة ما دخل المرات وأنا بغيره
يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي. شو بتحب تقول لحلويات السلطان العالمية؟ يا حبيب قلبي الله يكرمك يا رب. يعني هلا نحن لايف هلا على الفيسبوك على الصفحه الرسميه لحلويات السلطان، والناس ما شاء الله عم تشوفها كتير مبسوطين فيك، الله يحميك يا رب. وكتير في ناس من مصر بيحكوا لنا دوما انه لازم يكون السلطان موجود بمصر. شو تحب تقول لهي لكل الناس اللي عم تشوفك حاليا؟ الله يكرمك يا رب. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وان شاء الله من عالم اعلى. شرفتنا ونورتنا، وبدنا نقول لك يعني شكرا لهالوش الحلو، وشكرا لهالجاي الحلوه، وحظنا حلو انه كان لنا لقاء معك بالسلطان. بدي اتشكر عن جد كل الناس اللي كانوا معنا باللايف. بدنا نقول لكم يا رب بتكونوا بصحه وبخير وبسعاده، ودوما السلطان معكم من كافه انحاء العالم.